يعني مني حتى يوم جيت السرية الساعة 10 وقابلت العيال هناك، والله اني حتى اني تركت الزراق للخير توني داخل من البيت الحين عندي بفتحها قدامك. اقولك حبيبي روح، بس روح لا تشيل هم، انا وكيلك وانا استعد قدام الرجال عين ابو فهد، يعني المتن اليمن لابو فهد والمتن اليسر لابو مقرن. الله يطول عمرك، ما يحتاج اشتكى عنك سعد. خلاص ما عليك اطرح. بكره انا فكت الرابطه، بكره في تفتيش في شيء. اي بكره في تفتيش ومزكن معاهم اول العقيد، يقول اعطوني الاسامي ما يحلقون. بس بينا تلفون الاله نشوف ان كان في مراب. الله يوفقك ان شاء الله. خلاص حبيبي اطرح بس. السلام عليكم. شوف نبغى شيء يجي هناك يمشي، ما نبغى شيء ما يمشي، معلوم؟ وشوف مطعم كويس اضرب غدوة. ريمون خلاص مبسوط. بس انت تقول الحين ريمون مطعم وكلا. ريمون ويش فان هوتل لسه ما في كلام. انا كويس لسه ما في شغل. لا مطعم كويس في عليا والله 100 100. غدا انا ريمون انا يجي 2 يوم. إيه هذا عمو حمزه ما في فايده، ما يمدي. انت تخيل، انت شوف الساعه كم، انت سمك انت يبغى مره ثانيه، هذا تاخير. انت نوم، انت انا كلام تعال تعال، ما في شغل ضروري هذا. وش اسوي هذا انا وش اسوي في روبه خاله اول في بدل روت، انا ثلاثه شغل ليش الصبح